السلام عليكم. اليوم نحن كجمعية حماية المستهلكين بدائرة أزمور كنتواجدوا بمدينة أزمور من أجل واحد تنظيم واحد الحملة تحسيسية وتوعوية وتواصلية. هذه التحسيسية والتوعوية والتواصلية الهدف ديالها هو تحسيس المستهلك والمستهلكين في الحماية وكذلك حماية وأمن وسلامة المواطنين والمواطنات مناسبة أو تزامن مع عيد الأضحى. كنعرفوا ان عيد الاضحى ملي قبل ما كيجي عيد الاضحى الناس من الجوه ديال الناس كينوضوا كيشريو بزاف ديال الشري الحولي. بعدا ما كيعرفش شنو الشروط ديال الحولي بما فيه ديك الطانكا بما فيه الحولي خصو يكون يعني صالح للحيره وكذا الى اخره. وبعد ما كيبغي يذبح الحولي كاين مجموعه ديال الشروط، كاين في واحد المطويات او ملصقات اللي يتم التوزيع ديالها على المواطنين والمواطنات. تم توزيع اكثر من 4000 مطويه، يعني دابا ثلاثه السوايع حنا كنديروا التحسيس والتوعيه. بدينا من شارع محمد الخامس انطلاقا من شارع محمد الخامس الى اليوم حنا كنتواجدوا في الرحبه ديال الغلم. الرحبه ديال الغلم تقريبا كان تغطيه شامله، كان واحد تجاوب ما وكذلك كان واحد التجاوب مع المواطنين. وكما كتعرف ان هذه المناسبه هي مناسبه يعني فيها مجموعه ديال الطقوس ومجموعه ديال العادات وكذلك الشعائر الاسلاميه. ان الحمد لله كجمعيه حمايه المستهلكين بدائره ازمور اللي تحت اشراف الجامعه الوطنيه لجمعيه حمايه المستهلك بالمغرب قمنا بهذه الحمله التحسيسيه. شارك فيها واحد 15 ولا 14 ديال الافراد اعضاء ومنخرطين ديال الجمعيه. كان لقينا واحد التفاعل مع المستهلكين هنا مدينه ازمور وتفهموا الوضع، عرفوا ان هذيك المطويات فيها مجموعه من التوصيات، التوصيات وتوجيهات وارشاد اللي قامت به مكتب السلامه الصحيه اللي هي لونسا والمنتوجات الغذائيه. فالحمد لله كنشكروا كل من ساهم من قريب ومن بعيد في انجاح هذه الحمله التاسيسيه اللي كانت ناجحه بكل المقاييس. ونتمنوا عيد مبارك سعيد لجميع المواطنين والمواطنات من طنجة. الهدف ديالنا من خلال هذه الخرجة أننا نحن كجمعية حماية المستهلك بإقليم الجديدة جينا اليوم رحبة الغنم بمدينة أزمور من أجل توعية مرتادي هذه الرحبة. والحمد لله لقات هذه الخرجة تفاعل كبير من خلال تقديمنا لعدة نصائح وإرشادات للمستهلكين بصفة عامة. اولا كنشكر استاذ حاتمي اللي كان هو منظم هاد الحمله ديال اليوم، وصراحه كان اقبال مزيان من جميع المواطنين. وانا بصفتي كرئيسه جمعيه ديال حقوق الانسان وايضا لحمايه المستهلك قمنا اليوم بواحد الحمله من اجل التوعيه والتحسيس من ناحيه المواطن. والهدف من هاد الحمله ديال اليوم هي سلامه المواطن والمحافظه على البيئه وبعض المعطيات الاخرى اللي كانت مطروحه واللي طرحناها للمواطنين هنا بمدينه ازمور. وايضا كنشكر المنابر الصحفيه اللي كانت حاضره معنا اليوم بقوه، وكنشكر الناس اللي قدرونا واللي احترمونا واللي كانوا معنا على وعي بالميساج اللي كنا كنوصلوا ليهم.